بهذه المناسبة الكريمة اللي كتمثل اليوم الافتتاحي ديال هذا المركب الاجتماعي اللي تكلفت به المؤسسة ديال أمبوريو فيردي اللي تكلفت بالبناء ديالو بنسبة ديال 100%. هذه الفكرة ديال المؤسسة الاجتماعية بدأت البذور ديالها من السيد العامل ديال شتوكايت بها اللي كان طلب من المؤسسات والشركات بالمنطقة باش يديروا مؤسسات اجتماعية في هذا الشكل هذا. وصراحة كانت الرد ديال المشغل ديال شركة أمبوريو فيردي بشكل إيجابي ووافق على المشروع. وكانت البداية أنه مشينا درنا زيارة للمؤسسة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة بيوغرا واللي صراحة أثرت فيه بشكل كبير. ومن ذاك النهار بدأت البداية ديال هذا المشروع وحتى على أن هذا المشروع خص ينجح وخص يكون في المستوى. محمد مطيع نائب رئيس جامعة أي تعميرة وممثل جمعية تمويل الخير خربط زيد الطيب. إذا كنتوجه اليوم أمام مركب سوسيو تربوي سيدي الطيب اللي كيشهد اليوم واحد التدشين اللي كيحضروا ليه مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والفعاليات السياسية والاجتماعية. إذا هذا المركب جاء نتيجة تضافر جهود مجموعة من الفرقاء يعني كما قلت الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين أبرزهم مؤسسة أمبوريو فيردي وجامعة أي تعميرة وجمعية تمويل الخير خربط سيدي الطيب ولا ننسى فيدرالية ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا هذا المركب تدشن هنا في دوار خربط سيدي الطيب اللي كيشهد واحد يعني نقص حاد في البنية التحتية والاجتماعية. وهذا المركب غادي يجي ويكون واحد إضافة نوعية لهذا المنشار حيث إن شاء الله متوقع أن يستقطب أكثر من 100 مرأة في شتى المجالات أبرزهم مجال الطبخ والحلويات يعني فنون الطبخ والحلويات وكذلك تعليم فنون يعني الخياطة ومحو الأمية كذلك. ولا ننسى كذلك بعض الأنشطة الموجهة للطفل يعني الصغير أطفال يعني الصغار.